الله الله، ده الموضوع كبر قوي قوي قوي. سمية الخشابة يا جدعان منزلة صورة قرنين عندها على تويتر، معقول تقصد أحمد سعد؟ أنا محمد إبراهيم ودي قناتي، لو أول مرة تشوف القناة أتمنى إنك تشترك فيها دلوقتي حالا وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن اليومين اللي فاتوا دول مفيش سيرة غير أحمد سعد وسمية الخشاب وفرحها على محمد رمضان في مسلسل موسى، اللي حضره أحمد سعد وكان عامل دور مطرب شعبي في الفرح وبيغني في فرح طليقته اللي هي سمية الخشاب اللي كان متجوزها من فترة وطلقها. والموضوع معداش كده على المتابعين بالساهل، كمية تريقة وسخرية على أحمد سعد غير طبيعية، إن هو يعني إزاي تكون دي مراته ومطلقها ويجي ويحضر الفرح ويغني وهو في قمة الانبساط والانشكاح حتى لو تمثيل. والناس ما عدتهاش كده، اكيد شافوا ان احمد سعد يعني اكيد بلاش توضيح بس هي مفهومة، واحنا عرضنا التريقة كلها في فيديو قبل كده. مش دي المشكلة، المشكلة ان سمية الخشاب النهاردة منزلة صورة ومش عليها ولا كلمة، بس الصورة اهي قرنين، معقول تقصد احمد سعد بيها؟ يا جدعان النهايات اخلاق، ما تعملوش كده، اصل دي منطقة اعراض معروفة يعني. وبرضه حبيت اجيب لكم شوية تعليقات على الصورة اللي نزلتها سمية الخشاب.